نتحدث عن بعض ما جاء عن التفاؤل في الكتب التسعة. التفاؤل يجب أن يكون مع الإنسان في كل شأن من شؤونه، مهما بلغت بك المحن والآلام. ولذلك في المسند حديث أبي رزين، وحديث أبي رزين ثابت رجاله ثقات، فيه وكيع ابن حدس ويقال ابن عدس، وثق على تضعيف لكن له متابع، فالحديث ثابت، ولذلك حسنه شيخ الإسلام رحمه الله وصححه ابن القيم. حديث أبي رزين قال صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا. إثبات صفة الضحك لله عز وجل بما يليق بجلاله وبعظمته ولا يجوز تحريفها. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيضحك الله عز وجل إذا رأى العبد نزلت به أدنى محنة ومصيبة، إذا به يقنط مع قرب تغيير الله عز وجل لحاله، من مرض إلى شفاء، من فقر إلى غنى، من كآبة إلى سعادة، من كرب إلى فرج، من فقر إلى غنى، من على حسب حال العبد. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. بما أن من صفاته عز وجل الضحك، فكلما وقعنا في أمر لا يلائمنا سيأتي الفرج، سيأتي الخير من الله عز وجل، لأنه مالك للخير كله عز وجل.